الثالث على حسين الشهداء بأعلى أسوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا وغطى السهل موجه والجبال وطفيت فوقه سفينة وجدي كل هم يهيج الإعوال. فسمعت الضوضاء من كل فج كل لحن يهيج إعوالا. قلت ماذا عرى أمين؟ فقالت جاء عاشور واستهل الهلال. قلت ماذا علي فيه؟ فقالت ويك جدد لحزنه سربالا. فتكة الدهر بالحسين إلى الآن شرار علينا يتوالى. يا ابنة الطهر من عتن لا تروي هذا القعود عند الجسوم. يا ابنة الطهر من عتن لا ترومي، ما لهذا القعود عند الجسوم؟ ذهب المانعون عنك فقومي بس الأغلى. أنت مسبية على كل حال. صوتي يا زينب صوتي باسم من أردت، فإننا قد أبدناه جميعا قتايا.
بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشير هذه الآية الكريمة إلى أهمية الانتماء الإيماني لهذه الرسالة من جهة، ومن جهة أخرى تدرب المؤمنين على أن يعيشوا ويفتخروا بهذا الانتماء الذي ينبغي أن يكون لهذا الدين. الآية تقريبا في أجواء يقول المفسرون أن المسلمين الأوائل بعد أن اشتدت عليهم الضغوط وأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتركوا أقرب الناس إليهم، لأن هذا الشغل عقيدة، ما في شغل أقارب وجماعة وعشيرة، هذه قضية دين وأبدا. فلو كان الإنسان أبوه على غير دين فيختلف عنه، طبعا ما يعادي الكلام يأتي، لكن يختلف عنه في العقيدة. وذاك الظرف غير شيء، بداية الدعوة كانت بداية الرسالة. فهؤلاء وجه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، نحن تجارتنا وأموالنا وأولادنا وبيوتنا كلها راح نخسرها إذا صار البناء أنه كل هذا نتخلى عنهم ونقطع العلاقات معهم، راح نطلع مثل ما يقول out of business، تمام؟ فماذا نصنع؟ فجاءت الآية في هذا الجو، جاءت آية تبين لهم أنه صحيح تخسرون أنتم أموالكم، تخسرون أهلكم، تخسرون كذا، لكنكم كسبتم أفضل شيء هو الإيمان بالله عز وجل. هذا كسب أيضا، أفضل ما يكسبه الإنسان في حياته هو الإيمان بالله، أن يكون مؤمن. والإيمان مو شعار، مو حكي يعني. فلذلك الآية الكريمة في هذا الجو تبين يعني هذه النقاط الثمانية، وهذه الأشياء تمثل تقريبا تمثل ما يتعلق وما يشغل الإنسان في هذه الحياة. تراعي لاحظوها الآن: آبائكم، أبناؤكم، أزواجكم، عشيرتكم، تجارة اقترفتموها، مساكن ترضونها. هذه الأمور اللي ذكرتها الآية الكريمة تقريب الإنسان مشدود إليها. زين، القرآن الكريم لتبين أنه أقوى رابطة تربط الإنسان هي رابطة العقيدة. لا يمكن للإنسان أن يقدم شيء على عقيدته ولو على رقبته كما يقولون، لكن كما ذكرت مو بالكلام، لأن المسلمين الأوائل استجابوا استجابة رائعة لهذا. ويعجب الإنسان، يعجب كيف أن أولئك اللي عاشوا بالجاهلية استجابوا استجابة سريعة إلى مدى الله عز وجل. نحن على ضوء هذه الآية الكريمة نريد أن نشوف نحن وين محلنا. نحن لا نذكر هذا حتى نتكلم عن الماضي، نحن الآن نعيش في هذا الزمن. نحن اليوم عندنا هاي العلاقات،
عندنا الأولاد وعندنا الأزواج وعندنا طبعاً أزواج للطرفين تطلق على الزوج والزوجة، وعندنا العشيرة وعندنا الأهل وعندنا الوجاهة وعندنا البوزيشن وعندنا كل هذه الأمور. هذه شدنا شد إلى الدنيا، وبعض الناس مستعد يقاتل في سبيل ماذا؟ هذه الأشياء. التجارة طبعاً، البزنس اللي عندنا، المساكن الكبيرة الفارهة. المشكلة أنه الفكر المادي والحضارة المادية علمت الإنسان ودرست الإنسان بأي شيء؟ علمته بشيء واحد من الحياة، يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا. ما هو؟ أدو الإنسان عنده بيت كبير محترم، عنده سيارة بران نيو جديدة، عنده امرأة أيضا مارل أيضا بران نيو، وما يقول زين. هذه الأشياء يتصور الإنسان أوصل إلى قمة السعادة، لكن الواقع هذا مو كل شيء بالحياة. الآن لو واحد عنده سيارة آخر موديل وأغلى سيارة وخلها باب البيت، يكون سعيد 100%؟ لا، كثير من الناس تعساء وهم يرفلون بالنعم. كل شيء عندهم، مو سيارة، طائرات عندهم، لكن ما مرتاحين. البيت الكبير أيضا، أنا لا أقول هذا غير جيد حتى لا يفهم من كلامي أنه طيب هذا يعني ناخذ الإنسان أجر له استوديو كما يقولون يقعد فيه خلاص. لا، مو هذا المقصود، حتى لا يفهم غلط. دائما نحن يساء فهمنا وبعدين يقولون السيد قال هكذا. لا، مو هيك. نحن نقول هذا حتى نبين أنه التربية اليوم بالمدارس بالجامعات بالفكر المادي اليوم موجود، وحتى بلادنا يعني ليس فقط في الغرب. هذا يعلم الإنسان أنه يكون عنده هدفه بالحياة، انه يكون عنده جود انكم، يكون عنده بيت كبير، عنده زوجه جميله ماشي على ستايل، يعني مو اولد فاشن، زين، ويكون مبسوط يعني. ولهذا شوف الاهتمام، مليارات اموال طائله تبذل على ماذا؟ كوزماتيك سيرجري، صح؟ حتى يضبط الانسان ماذا؟ شكله، يضبط يعني جسمه. لا اقول هذا حرام ايضا، لكن هذا الإنسان اللي يهتم بهالأمور، هل أعطى لروحه ساعة بالأسبوع؟ لا، كثير منها. هذه الحضارة والفكر المادي اللي بين أيدينا، يقول إذا سألت مثلاً فرويد هذا العالم النفسي الشهير، تقول له ما هي السعادة في الدنيا؟ يقول لك الجنس، هذه السعادة. فخلت الناس يعيشون حالة من السعار والهوس الجنسي، بحيث الآن يشوفون العالم الغربي يعيش هوس، يعني تقريبا تفكيره 24 ساعة هو هذا، بعض أكثر الناس يعني. طبعا تروح إلى ماركس تسأله ماذا، ما هي السعادة؟ يقول لك الاقتصاد، أهم شيء طلع مصاري، من حرام من حلال مو مشكلة. طيب هل الحرام واحد طلعت مصاري؟ لا، مو حرام. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد كان إذا رأى شابا سأله عن مهنته، إذا شاف شاب قوي ما عنده يعني ما عنده عذر، سأله ماذا تشتغل؟ فإذا قال له لا ليس عندي عمل، يقول لقد سقطت من عيني. هذا الإنسان سقط من عين النبي. هذا الإسلام يحث على الاقتصاد، عنده طاقة وعنده شغل يعمل ويعمر. الله تعالى خلقنا حتى يعمر الأرض بنا، وبيجيب ملائكة يعمروا الأرض، نحن نعمر الأرض. مو ضد الاقتصاد، بالعكس، كل ما كان الإنسان اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن مو هو الحل أيضا. الآن العالم الغربي عنده أحسن اقتصاد، أحسن دول بالاقتصاد هو هذه الدول الغربية، عايشين حد الكفاف وأكثر من الكفاف وحتى حد الترف يعني. لكن تعال شوف المصايب اللي عندهم، المشاكل اللي عندهم أيضا لا حدود لها. فإذا ما هو الوجه الآخر الذي الآية تشير إلى الوجه الآخر؟ الحياة بها جانب آخر، بها جانب قيم. يعني أنت الآن ورغم وجود هذه الأمور، الإنسان يدور عن أمان، ما في أمان، صح؟ ما في أمان. اليوم كثير من الناس حتى في الغرب هنا ينام غير آمن، يمكن ما في واحد يقتله، لكن التليفون مراقب، الإنترنت مراقب، كل شيء مراقب، حتى الحيطان لها آذان كما يقولون. إذن هو مو آمن، يفتقد للأمن، يخاف. إذا أدخر مصاري مثلا يخاف،
تحصى عليه الأنفاس، تكلم بالتليفون، هذا ما في أمن. اليوم الإنسان يحتاج للكرامة. المدارس هنا ما تعلم بالجامعة واحد يطول كيف يصير عنده كرامة، دخلهم بالكرامة. أنت طلع مصاري إن شاء الله يكون يشتغل أخس الشغلات بس يطلع أموال. الإنسان يحتاج للكرامة، حاجة طبيعية وحاجة أساسية عنده. هذا المعنى غير مسكوت عنه في المناهج اليوم، غير موجود. فلهذا يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يتجه إلى اتجاه آخر، إلى مكان ثاني يطلب من هذا. شوف المنهج اليوم المادي لا يعلم الإنسان أن يكون مؤثرا. اليوم بالعكس، المنهج المادي يعلم الإنسان أنه أنا وعيالي وأولادي، وإذا مت غمانا فلا نزل القبر. لكن تعال لأهل البيت سلام الله عليهم، تعال لأهل البيت. قبل أيام ذكرنا سورة الدهر سورة كاملة، سورة الإنسان نزلت في أهل البيت في عطاء أعطوه ثلاث أقراص من خبز الشعير خبزتها فاطمة عليه السلام، وما باتوا جياعا ذاك اليوم، انطوها الفقير واليتيم والمسكين كما تشير الآية الكريمة. يقول ابن نمى الحلي: جاد بالقرص والطوامل جنبيه وعاف الطعام وهو سغوه، هو جائع، فأعاد القرص المنير عليه القرص، لاحظ، فأعاد القرص المنير عليه القرص والمقرض الكرام كسوبه، أي قرص، قرص الشمس لما رد على علي سلم الله عليه. فإذا هو جائع يعطي، هاي قيمتها، مو إنه والله عنده ملابس زايدة ويلا يعطيها للفقير، عنده شيء ما يحتاجه بدل ما يعطيه مثلا كذا يعطي للفقير، لا يعطي. إذا خير أمام طعام بين يديه طعام، هو صائم يفطر يعني، وطعام واحد طبق طيب واحد أقل شوية، إذا أعطى الطيب هنا يعتبر إيثار، مو يعطي الشيء اللي ما يحتاجه أو القديم. هذا المهم، هذه وين تأتي؟ تعلم الإنسان في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، في مدرسة القرآن الكريم. الآية الشيرة تقول: أنتوا إذا أردتوا أن يكون إيمانكم إيمان حقيقي، مش إيمان مزيف، لا، المزيف كثير موجود. الإيمان الحقيقي، وهذا هو المحك، أنه في مجال تعارض، أقول في الحالات العادية لا، في حالات اللي يصير بها تعارض، يعني في حالات المنعطفات المهمة. نحن الآن نقول يا حسين ويا أبا عبد الله ويا صاحب الزمان ونبكي وكذا، لكن صاحب الزمان أجي وقال لي: يا أخي أنت الآن عليك أموال تدفعها من حق الإمام الغائب الإمام المهدي سلام الله عليه، لازم تشيل لك 1,000,000، أنت ما مخمس صار لك 30 سنة ما مخمس، تشيل لك 1,000,000 نعطيها لمن؟ ما أقول للمشايخ والافتسيات، لا، أعطها للفقراء والأيتام والمؤسسات اللي تعمل على نشر الإسلام. هنا الامتحان، هنا يصير الآية تنطبق علينا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأموال اقترفتموها، لاحظ الآية دقيقة، الآية ما تقول أموال كسبتموها، اقترفتموها. القرف ما معنى القرف؟ هو القشر، القشر. الآن لما عندك فاكهة فيها قشر، أحياناً القشر منتصق مع الفاكهة، فأحياناً تجيب سكين حتى تقشرها، ففيها عناء شوية، مو سهلة يعني. بعض الفواكه سهلة، لكن بعضها مثل جوز الهند مثلاً، هذا قشر صعب. فالقرف هو القشر، اللحاء، ولهذا القرفة هذه لحاء، هي قشر نبتة. فيقول: أموال تعبتم فيها اقترفتموها، يعني أنتم تعبتوا. ليش؟ لأنه حتى ميز بين الأموال اللي جايت بلاش، في ناس جايتهم أموال بلاش، مثل ماذا؟ مثل الإرث، الإرث بلاش جاي الإنسان ما يدير بال، ولهذا اللي يرث أموال مثل ما يقول: مال عمك ما يهمك، يصرف، لا تنايم بالقبر المسكين، لا مخمس، لا مزكي، لا رايح البيت الله، لا شيء، وهذا يصرف وما دير بال. قد يكون بيت الإنسان كل جهد 40 سنة يشتغل ويعمل ليل نهار، يتعب من الصبح إلى المساء، ويرجع تعبان ومضيع علاقات عائلته وتعبان وآلام وكذا، وإذا هذا الإبن يأتي مثلاً أو الوارث ينظر بكل سهولة: ببعت البيت أنا، بعته، يعني باع 40-50 سنة من التعب، لأن ما تعبان بها. هذه المشكلة. ولهذا الإنسان لابد ينظر: كن وصي نفسك. الحديث يقول: كن وارث، أول شيء أنت قبل ما تورث الآخرين أنت كن وصي نفسك، يعني أنت ماذا الآن
توزع الأمور وتضبط الأمور لأن ما حد راح يتذكرك بعدين. نعم. فالأموال اللي ما جاية يعني عادة هكذا اللي ما تأتي بالتعب تروح ببلاش. ولهذا يقول مال اللبن للبن مثل، يروح بسرعة يعني. أموال تجيب الخمار تروح بسرعة، لكن أموال تعبان إنسان بيها لا حريص عليها فعلا. هذول اللي يشتغلوا جهد بتعب لا حريص على أموال. والمشكلة هو لما يكون حريص حتى على الله، المشكلة حريص عليها جيد، الإنسان يكون عنده يعرف قيمة الأموال ويدير بال عليها، لكن لما تجي لله هنا الامتحان. الله يقول لك تعال قدم، ما يقول قدم نفسك، قدم شيء من أموالك، هنا الامتحان أيضا. فيبين الإنسان إيمان الحقيقي أو إيمان المزيف، هنا يبين. هذه العلائق اللي عند الإنسان، الآية الكريمة تشير إلى أنه الإنسان لابد ماذا؟ لابد أنه إذا فعلا هو يحب الله عز وجل أن يكون حب الله عز وجل في ساعات الشدة. طبعا بالساعات العادية كما ذكرت قد لا يبتلى الإنسان بهذا، يحب ما معليش يحب الأموال، يحب يعني يحب الله، لا 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 مشكلة في هذا. ولكن في الحالات اللي ما فيها عندك يعني كما يقولون either way، إما تحب الأموال وإما تحب وتقدم يعني لله عز وجل، هنا امتحان. وهذا صار كثير، كان يلهجون باسم الحسين سلام الله عليه يوم دخل مسلم ناقي سلام الله عليه، سنذكر إن شاء الله بعد الليالي. لما جاء مسلم إلى الكوفة الجالسين كلهم كل ما ذكروا الحسين صار يبكوا ويخبط على رأسهم. تعرفون كيف سهل ما يقول الإمام المهدي نقوم نخلي يدينا مثلا، هذا سهل. لكن لو جاء الإمام المهدي وقال لك يا أخي الآن أنت بيتك هذا مغصوب اطلع منه في الموقف، خلي يسأل نفسنا، كل واحد يسأل نفسه، أنا الآن عندي عادة مو زينة، ما أي عادة كانت، وجاء لي الإمام قال لي هاي العادة اتركها الآن، أو شيء حرام اترك العادات، شيء حرام أنا مصر عليه، جاء الإمام وقال لي إنه هذا الشيء حرام ما يصير كذا، أنا متأكد أنا أجزم أن الكثير ممن إن شاء الله ما فينا واحد من هيك، كثير من هؤلاء الذي دائما متحمسين ويصلي على النبي وكذا، هذا أول الناس يحارب الإمام، أول الناس وحقا. وهذه كارثة. نحن ما امتحنا في إيماننا، عايشين رواء كما يقولون، مرتاحين، نصلي صلاة ما تكلفنا شيء، صلاة ما تكلفنا، والصيام ما يكلف شيء، والدعاء ما يكلف شيء. لكن تعال إلى الأمور لما تصير على المحك، على المحك. أنت عندك شغل وبزنس تجارة في مدارك الأولين، اجى هذا الانسان الذي مهاجر مثلا، انا قلت لك يعني تصور الان في عندنا مشاكل، بعض الناس يزعل، طيب اذا زعل كل عشيرة تزعل معه، هي موجود كل البشر يعني اكثر الناس، طيب شو دخل الانسان زعل؟ اذا كان اخي على الباطل فانا اقف عليه مو معه، عندنا هذه الروح ولا لا؟ مصعب بن عمير شاب، كان شاب من شباب المؤمنين اللي هو سبب إسلام أهل المدينة، هو بعث النبي داعية لهم عمر 18 سنة. هذا في وقعة بدر عند أخ كان مشرك اسمه أبو عزيز بن عمير، جيء به أسير في وقعة بدر، جابوا أسير فنظر إليه مصعب، شافه واحد من الأنصار ماسكة المسلمين ماسكة أسير، فالتفت إلى تشوف الموقف هذا بالله عليك الآن إحنا نسوي ما أعتقد، التفت إلى المسلم أخيه المسلم قال له شد إيديه جيدا، اشدد يديه لأن كان أسير، شد إيديه لأن أمه أم غنية فسوف تفديه بأموالها. فقال له أخوه، التفت إلى أخيه مصعب قال له هذه وصيتك في أخيك، أنا أخوك بدل ما توصي فيني تقول له شد إيديه أكثر؟ قال له أنت لست بأخي، إنما أخي هذا الذي أسرك. ما نحتاج إلى هذه الروح الآن، مو أنا وابن عمي الأمثال هاي اللي ما لها طعمة ما لها قيمة، أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب، لا ما فيها شيء الإسلام، هاي أمثال لا قيمة لها. أنت كن أنت وأخوك وابن عمك والغريب والقريب مع الحق، كن مع الحق مين ما كان. إن شاء الله ابني بدي يسوي شيء حرام ما أروح له ولا أنطي أي شيء، لأن بكرة الله يحاسبني، هذا امتحان لدين الابن. القرآن ذكر الآية واضحة، الزوجة الأهل العشيرة، عشيرتي على باطل
اعطي خذهم، اعطي بوجههم. وهذا اللي سواه الحسين سلام الله عليه. الحسين جاءت الي عشيرته واهل بيته وقريش كلهم عشيره اقاربه جاءوا اليه، ورايح الى كربلاء ورايح الى العراق، الناس يقتلونك كذا، اعتروا عليه. لم يعبأ به، لم يعبأ. طبعا كان يمكن يحموهم، يعني شكلوا له حمايه، الانسان يفرح بعشيرته وباهله، لكن شو يصير؟ ما لا ينفعه ذلك. اليوم عشيرتي يحموني، بكره يحموني من جهنم. اليوم انا عندي اولاد وعندي كذا وعندي اموال وعندي وجه، هذه الامور لا قيمه لها. الله عز وجل يريدنا انه نلتجئ اليه. انت لا تقول انا عندي اموال وعندي عشيره وعندك وتحميني، لا. كم واحد غني صبح فقير، كم واحد سليم صبح مريض، كم واحد عزيز اصبح ذليل، ملوك ورؤساء امام عيننا نشوف. اذا تريد قوه الجا الى القوي، الى العزيز، الى من بيده ملكوت السماوات والارض، لان الكافرين لا مولى لهم، ليس لهم احد. تريد القوه روح الى الله عز وجل، مصدر القوه. لا تلجا الى انسان مثله. اذا واحد مثلك وينتهي، شوف بعض الناس يقول هذا الفلان وصل القمه ما شاء الله، صار قمه البزنس او قمه الكذا السعاده. هو هذا القمه، شو معنى القمه؟ يقول لكل شيء شاعر، يقول لكل شيء اذا ما تم نقصانه، اذا الشيء وصل للكمال للتمام يعني بدا ينقص. ينقص كيف يعني؟ بده ينزل. فاذا وصل القمه يعني ماذا؟ يعني لازم ينزل بعد الى الاسفل. نعم، هذا قانون، هذا قاعده، فرد وجماعات وحضارات. وقد راينا في التاريخ حضارات سادت وقرانا عنها ثم بادت. الان نقول مثل الحضاره الغربيه وصلت للقمه، وصلوا للقمر، وصلوا للكواكب، وعندهم الان امكانات هائله. اذا وصلوا للتاب اتوقع بعدين ماذا؟ النزول. لانه طبيعه الانسان هو هذا، طبيعه الاشياء الناقصه انه تبدا تكتمل تكتمل الى ان تنزل، طبعا من الناحيه الماديه واذا الروحيه لا. فاذا اذا كل شيء امامك الى زوال والى انتهاء، ليش تلجا الى هذه القوى؟ لماذا الانسان يضحي بدينه، يضحي بعقيدته، يضحي باخرته علشان شيء يزول زائل؟ هذا ما تقريبا فحوى ولمحه من الايه الكريمه. وقد ضرب لنا اهل البيت ابو عبد الله سلام الله عليه اروع الامثله في ذلك. الامام الحسين سلام الله عليه اللي كان يناجي ربه، هذه الابيات تنسب يعني: تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك. رغم معزه النبي عند الحسين سلام الله عليه ورغم مكانه النبي، تصور انت الان تروح من اخر الدنيا تزور المدينه، قلبك يهفو لها طول الحياه طول العمر. ما دمت حيا ظل قلبك يهفو، تتوقع متى تنزل بالطائره تنظر الى القباب القبه الخضراء، رزقنا الله واياكم زيارتها. هذه وانت بعيد يعني، وانت ما شايف النبي. الحسين نشا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش مع النبي وبيته الى جوار النبي، والان صار الخيار انه يترك هذا كله، يترك المدينه ويترك الذكريات. يقولون في خروجه سلام الله عليه اقبل الى قبر جده، وبعدما عرف انه الجماعه لن يتركوه اقبل الى القبر الشريف، صلى ركعات ثم نام على القبر هومت عيناه، وكانه يرى في عالم الرؤيا جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه مجموعه من الملائكه، رعيل من الملائكه، وهو يقول: ولدي يا حسين، ولدي يا حسين، كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك بين جماعة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تروى، ظمآن لا تسقى، عطشان لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا لنا شفاعتي. قال في عالم في ذاك العالم جداه: خذني إليك، لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا. قال له: بني لا بد لك من ذلك، فإن لك عند الله منزلة لم تبلغها إلا بالشهادة. الشاعر يصف هذه الصورة، يوصفها لنا بطريقته، يقول: ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علمني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي أجد من فرط الأسى كل فسيح،
فعسى طود الأسى يندك بين الدكتايا وحسينا وحسينا وحسينا. ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطائر بالسيف يحز الودجا ثم أقبل إلى قبر أمي فاطمة قال أمه يا فاطمة هذا آخر وداع آخر زيارة أنا عزيزك الحسين أنا خارج من المدينة إلى أرض كربلاء ما أدري زارت وفي عليائها كيف تنظر إلى عزيزي الحسين ولدي وعليك السلام يا مظلوم الأم وعليك السلام يا شهيد الأم أنا الوالد يحسين يا ابني يا ابني ما رأيت ذباحك ذبحني أنا الوالد يا حسين يا ابني. خرج الحسين سلام الله عليه ومعه عياله، طبعا خرج مسرعا لأن القوم لم يتركوه بعد أن جرى حوار مع الوليد وأهل المدينة وصار سجال بينه وبين مروان بن الحكم الذي هدده، فرد عليه الإمام وقال له يزيد رجل فاسق فاجر شارب للخمر معلن بالفسق والفجور ومثلي لا يبايع مثله لا يمكن ذلك ولو على رقبتي. فخرج صلوات الله عليه وهو يحمل ذكريات المدينة، يحمل تلك الروح، يحمل معه كل هو بقية النبوة، هو باقي آخر واحد من أصحاب النساء والحسين سلام الله عليه، خرج يحمل كل ذلك الإرث، إرث النبوة وإرث الإمامة، ذكريات رسول الله وعلي وفاطمة والحسن كلها انطوت في صدره وفي عقله، وخرج باتجاه كربلاء صاح ارشد يا حاجب هون وتقدم على ظهوني هيهات اصبر على الظلم وعلي تغمض عيوني ولم صوت العزيل يصيح يا اهل الظعن تملوني يا بويا وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني بعدكم يعمل عيوني وروح المرض سلام ويتيمة لك قد. إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكبر فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، تقبل أعمالنا وأعمال المؤسسين بأحسن قبولك. اللهم ارحم برحمتك الواسعة سيد محمد بديع عبد الله في ذكراه السنوية و احشره مع محمد وآل محمد وإلى روحه الطاهرة وإلى أمواتكم جميعا وإلى أرواح العلماء والشهداء. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة. اللهم صل على